أساس يعني مانك عرفان شو بس عرفان شو؟ غسان هاي الغنية اللي طلعت نحن بالسيارة ما طلعت صدفة. لا أنا اللي أعطيت الكاسيت للشوفور. طبعا ظريفة هي اللي أعطتك الكاسيت. أي نعم. سخيف هذا غسان، سخيف كتير. يعني من كل عقلكم أنه أنا رح ألغي مشروع السفر نهائيا كرمال الغنية. هاي الغنية يا طريفة اللي كنت تسمع أنت وظريفة أيام الجامعة يا ما رجعت ناس من السفر. شو قصدك؟ قصدي انه شو فيها كمان اذا رح ترجع واحد من على طريق السفر. بس انا بدي سافر. مثل ما بدك. يلا امشي، خلينا نطلع قبل ما اتاخر على الطياره. روح معلم. طريف يا روح طريف بتحبني؟ خلص بقى ظريفي عم تحرجيني. طرطوري حابة اسمعها من تمك. بحبك يا ظريفي. Thank you.
جمال. ابو جمال. شوفي. عم تنام وانت وقاعد عم تقول شوفي. قوم قوم خلينا نروح على البيت قوم. لك يعني ما حلوه نترك البنت لحالها. يعني على اساس كثير مستفيدين القعده تبعها. قوم خلينا نروح. قوم قوم. يلا صل على النبي. اللهم صل على النبي. يلا يلا يلا. يا الله. اخ سيدنا طريف مثل ما ودعته تلاقوا. تلاقوا الخير يا اخي. يا شبنا ام طريف راح تقلبي لنا اياها مناحة؟ ليكيني انا هي سافرت ابني كان عمره 18 سنة ما بكيت عليه ولا دمعة. ايه مو كل قلب مثل القلب. بابا. نعم. والله روحتكم هلا مالها طعمه خليكم نايمين عنا اليوم. يا بابا شايفي انا تعبت وشايفه وانتم تعبانين لازم ترتاحوا شوي. يلا انا بكره بالصبح بجيب شيء عليك يا بابا. بلشنا؟ مين بده يجيب هالوقت؟ ما بعرف مين يعني؟ هذا اكيد طريق. كنت عرفانة انك رح ترجع. تاني مرة لبقت ايديها الحركات. ايديها وخذي راحتك لانه ما رح يكون في مرة تانية. والله شو؟ انت شو عرفت؟ والله يا سيد طريف التجربة علمتني انه يلي بيوصلوا لابواب المطار وبيرجعوا ما مكتب لهم يسافروا ابدا. تفضل. مساء الخير. لهلا. يا دوبر قلبي. طريف. سامحيني يا ابو سامحيني. دوبر قلبي. عمو. دوبر قلبي ان شاء الله. انا حريف. يا حبيب قلبي. دوبرني ابو جمال اترك لي اياه. دوبر قلبي دوبر قلبي. دوبر قلبي. دوبر قلبي يا عمري انت يا عمري. صار في لنا رجل على فرنسا. الفيزا شغالة بتحبي تروحي على فرنسا؟ وحياه عينك يا طريف مثل ما رجعت لبيتك ومرتك وابنك رح ترجع مدير للشركه يلي انا كنت السبب انك طلعت منها. وقت نزل طريف وقف على جنب هيك لحاله قلت لحالي اكيد عم يعيد حساباته. تركته لحاله هيك شوي وبعدين لحقته. بس لما سمعت كلامه يا جماعه قلت لحالي ما رح يمشي الحال. طريف قرر يسافر. ركبنا بهالسياره ومشينا. وبعد شوي ما اسمع لكم يا اللي عم يقلوا للشوفور معلم اول جسر بيطلع بوشك بتلف وبترجع على الشام. فاجأتك ما؟ طبعا نحن اللي تفاجأنا. لك كانت رايحه جاي ما تشوف الا رايحه جاي حاسسها قلبها انك انت بدك ترجع. حاسسها قلبها؟ وانت السادة عارفاني حالها شو عاملي. ايه شو عامله يعني؟ غنية بعرفك بتحبها ما حط لك اياها. اخ قومي قومي عاوزك كلمتين على اذنكم يا جماعه. بالاذن.
تقفشوني يا رب. انت الله يسامحك كان لازم تقنعه انه ما يرجع. انا؟ ايه انت. يعني صحيح نحن طار عقلنا وانبسطنا كثير لما رجع، بس لا تنسى هلا انه رح يقعد بلا شغل يعني بعد ما قلعوه من وظيفته. طريف ما بنخاف عليه، بكره ما بتلاقي غير ملاقي شغل جديد هون ومظبط اموره. يعني ما قلت لي هلا الفيزا على فرنسا بتكلف كثير؟ ظريفي ما تصوري وانا قاعد بالسياره اليوم عم بسمع الغنية وعم فكر انه انا الليله ما رح اشوفك، ما رح ابوس ياسر قبل ما ينام. يا لطيف يا لطيف، قديش حسيت حالي مشتاق لك مشتاق له، حسيت قديش صار لي ما طلعت فيك، ما طلعت بعيوني، ما مسكت هي الايد بين ايدي وشديت عليك. انا اكتشفت اليوم انه انا خلص ما فيني اعيش بلاتي، ما بقدر لهالسبب انا رجعت. بوعدك بوعد ياسر انه رح نرجع نعيش مثل قبل. نحن مرت علينا ايام كنا مبسوطين. انا رجعها طريف، هاي الايام نرجعها بايدينا. وانا بوعدك انا رح ترجع، بس هيك الله يفتحها بوشي اموري ترجع تتيسر مثل الاول. ادعي لي. رح اضل ادعي لك ورح اضل استنى. الله يوفقك يا رب يا طريف. شكرا. قول لحبيبي شكرا. حبيبي ما حلو مشان الجماعه. ايه الحمد لله على السلامه. شو لا؟ شو ياسر؟ ما في حمد لله على السلامه للبابا؟ بتعرف شو؟ ما كنت رح سامح حالي لو سافرت وتركتك. بعده نايم؟ لا شو نايم، فايق مع ياسر من وش الضو. عينك تشوفه يا مرت عمو شلون عم يلاعب ابنه يقبر قلبي. تقولي مصدق حاله عن جد انه كان مسافر ورجع امبارح من السفر؟ يسلموا ايديكي. تنذكر ما تنعاد، بس ان شاء الله رب العالمين هيك يدبر له شي شغله. شو شي شغله مرت عمو؟ ليش ان شاء الله مفكره انه طريف رجعان مشان يدور على شغل جديد؟ يو لك عم يقعد بلا شغل لك بنتي؟ لا طبعا، طريف بده يرجع على شغله بالشركه. شو هالحكي؟ بيحسن؟ قال لي طريف امبارح انه بده يعمل جهده يرجع على مكانه الطبيعي بالشركه. قال لي ما رح افتح مجال لواحد مثل سعده انه ياخذ مكاني، ولا لواحد مثل منير انه يتلاعب فيني. عفارم عليه، بس يا خوفي سعده يوقعه بشي ورطه تاني. ما بظن مرت عمو، طريف مصحصح له 100%، ما بظن يترك على حاله النكشه. صباح الخير. لك صباح النور حبيبي. تقبل قلبي تعا. خليكي خليكي. تعا شرب قهوه حبيبي تعا. شو لايك لابس لوين؟ والله يا امو بدي انزل على الشركه شوي. وينو ياسر؟ نام بحضني هو عم يضحك. تبر قلبي دير بالك على حالك. ولا يهمك يا مو، انت ادعي لي وما عليكي. ايه مو على عيني. مو على عيني. يلا خاطرك يا مو. الله معك تقبرني. يا رب. يا رب دخيلك. دخيلك يا رب. دخيلك وقف له اولاد الحلال بطريقه يا رب. بظن انه الكلام اللي حكيته ما في شيء بيضحك. بالعكس يا رجلة، بالعكس بيضحك كثير، بيفرط من الضحك. وشو يلي بيضحك فيه بالله؟ الاقتراح تبعك انه طريف يرجع للشركة، فكرك انا وانت نقدر نرجعه للشركة؟ مثل ما انا وياك طلعنا. وهذا بيضحك اكثر. يعني معقول انا وانت اللي طالعناه من الشركة؟ لكان مين اللي جاب اوراق طريف من بيته وعطاك ياهن انت لحتى تسلمهم لسعده؟ الوراق مجرد حجة،
اللي ما بدهم طريف يتضم مدير للشركة أكبر مني ومنك ومنساعده كمان. حتى لو كان هذا ما بينفي إنه أنا وإنت ساعدناه لحتى نوقع طريف. لو ما كنا نحن كانوا لقوا حدا غيرنا. بس ليش لحتى نحن نكون السبب؟ حتى نحن نستفيد مو غيرنا. بدي أسألك، أنت استفدتي بالشي اللي صار لما استفدتي؟ إيه طبعاً استفدت على حساب الشخص اللي جابني لهون وساعدني لحتى أتوظف. هيك التني مو ذنبي ولا ذنبك إنه طريف ما لقى حدا يوقف جنبه ويساعده؟ لأنه كان مفتكر إنه شغله واجتهاده وحرصه على المشروع هنن المفروض رح يدافعوا عنه. هذا كلام مثالي، راح وقته. طالما بتعرفي حالك عاطفية لهالدرجة، ليش لا تقبلي تساعديني أنا وساعده؟ ليش؟ ما فكرت إنه الأمور رح تصل لطرد طريف من الشركة. يا ستي وصلت، هذا نصيب الرجال، شو فينا نساوي؟ فينا نساوي كتير، وأنا إجيت اليوم لعندك لأنه حسيت إنه فينا نساوي شيء. بس الظاهر إجيت على المكان الغلط ولعند الشخص الغلط. الحياة ما فيها صح ولا فيها غلط، الحياة فيها شيء بنساوي وفيها شيء ما بنساوي. شو يعني؟ يعني إذا بدك نصيحتي روحي قدمي كم يوم إجازة وقعدي في البيت وبعدين ارجعي. اللي صار صار، ما فينا نتراجع عنه. أنا رح باخد إجازة بس مو منشان إرجع على بيتي، منشان شوف رئيس مجلس إدارة الشركة وإشرح له كل شي صار بالتفصيل. عن إذنك. عامة والله رح يطلع منك شي يا نجلة. ذكرت قطة مغمضة طلعت قطة وبتخرمش. معك حق يا طريق، معك حق لا تسلم علي ولا تطلع فيني حتى، بس أنا رح أثبت لك إنه أنا نجلة بنت حارتك يلي ما تغيرت. صحيح أنا غلطت، قلت لمسامح كريم. بعدين روق سعدو، المشكلة محلولة. ألف مرة قلت لك لا تقول لي سعدو، أنا مو رفيقك هون مديرك واسمي الأستاذ سعدو، وإيدك هي اللي عم ترفع علي، فهمت ولا لا؟ مثل ما بدك، المشكلة محلولة أستاذ سعدو. لك شلون محلولة يا بني آدم؟ بتعرف هي الفصحونة إذا راحت على مجلس الإدارة واعترفت بالشي اللي صار، شو بصير فيني وفيك؟ ما بصير شي. لك اسمع وأنا الحكي، لا تجنني. ها مثل ما عم بقول لك. شلون بقى؟ هلا أنا وياك شو عملنا لما طيرنا طريف من الشركة؟ شو عملنا؟ بعتنا لجنة على بيت طريف وسرقت الوراق وأخذنا الوراق وسربناهن، مزبوط؟ مزبوط. يعني وسيلتنا كانت نجلة. بهي معك حق، بالفعل لولا نجلة كانت كل هاي الطبخة ما زبطت. يا عيني عليك. وهلأ طريف إذا راد يرجع على الشركة مين اللي ممكن تساعده؟ كمان نجلة. حلو، حلو كتير. وشو الحلو بالموضوع بقى؟ الحلو بالموضوع انه نجلة ما عندها اي دليل بانه نحن اخذنا منها الوراق. واكثر شيء ممكن تعمله تروح تسلسل مع واحد من اعضاء مجلس الشركة. وهيك اذا استدعوك، هي اذا استدعوك انت بتنكر. ليش؟ لانه نجلة ما عندها اي دليل بانه هذا الشيء صار. بالفعل ما عندها. معناتها المشكلة محلولة. من حيث المبدأ ايه. بس يا منير يعني كل القصة وما فيها، أنا ما بدي أخلق قضية شوشرة حوالي. لك منير لسه أفاي ما حمي على الكرسي. لا تخاف ما رح يصير شيء. بعدين مو أنت فهمني في إلك ناس بالمجلس؟ مبلا مبلا لك منير في إلي ناس بالمجلس، بس القضية وما فيها يعني أنا ما حابب إنه يصير في مشكلة، لأنه مثل ما في ناس معي في ناس ضدي. بتعرف بإنه راسي وراس اللي داعمني بيروح دبلكة. شو نساوي يعني؟ إذا المخلوقة مصرة تروح تشتكي، ما في طريقة نمنعها تساوي اللي براسها؟ امبلا في يا سيدي. شلون؟ شلون ما بعرف، بس إلا يكون في شي طريقة اقدر امنع فيها نجلة تروح على مجلس الإدارة.
بس شلون يا سعد؟ شلون يا سعد؟ مالك ملاحظ يا سعد وانك انت عم بتكبر الموضوع؟ مالك ملاحظ يا منير باني صرت قايل لك اكثر من الف مره بانه اسمي الاستاذ سعد وانت لا فيك لا حس ولا ذوق؟ اسف ما روني لا من وشي لا شوف اتركني لحالي خليني اعرف فكر لعما شوشت لي حالي من على بكره الصبح. أنا أبص وموت لك وقت ما بشوف حدا طقل له برغي والله لطق لحالي. لحظة شوي أستاذ طريف. صباح الخير. صباح أهلين أهلين أستاذ طريف أهلين. أنا إذنك مشغول شوي. طريف؟ طيب مالك شو بده؟ لا بس أنا بده يشوفك. مع طريف إذا جاي مشان تحملني مسؤولية فشلك في مشروع الأحلام هاد بسبب إنك متهاون كنت. بالعكس يا سعدو. أستاذ سعدو لو سمحت مو إلنا ما عندك دليل. قصدك ما كان عندي دليل بس هلأ صار فيه يا أستاذ سعدو. أنا ما رح أطلب منك تسامحني بعرف قديش كان غلطي كبير بس بدي اطلب منك شغله صغيره تبقى تخليني اشوف ياسر والله كثير اشتقت له. خلصنا بقى لك شفناك فوق وشفناك تحت. مين سيد منير؟ انا. تم تعيينك مدير لمشروع مدينه الاحلام بشكل مؤقت. اخ منك اذا كل الناس قلبها كبير مثل قلبك يا طريف كانت الدنيا صارت بالف خير. سمينك يا ضراب السخن. حلو الاسم شبه ليش ما بو شيء. Mm-hmm.